أسعد الله صباحكم جميعاً، بكم خير. حطيت مقطع صورة الساعة هذه واضطريت أتكلم بالصوت لأن الكلام واجد ويبي الكتابة واجد، ما لي خلق. ظاهرة انتشرت في سيهات، طبعاً ممكن غير سيهات بس أتكلم في سيهات لأن أنا محلي في سيهات. يوقفون أو يوقف واحد أما الوحدة أو مع عائلة عند الصراف الآلي حق البنوك، ويستنى واحد ينزل من السيارة ويقول له أني أنا جاي من الإمارات وأنا منقطع ومحتاج فلوس، فيعرض عليه ساعة نفس الساعة اللي حطيت صورته، ويطلع له الفاتورة أنه شاريها ب 45,000 درهم على أساس أنها ذهب، ويبدأ بعرض سعر 20,000 ريال، ويبدأون تفاوض معه، وكل إنسان على أساس أنها غنيمة يعني. فأنا على مدى السنة جاني اللي اشتراها ب 20,000، وجاني اللي اشتراها ب 18، واللي ب 15. أذكى واحد يعتبر نفسه اشتراها ب 5,000 لقطة يعني. الساعة هذه جاب لي اياها واحد الصباح من سيهات وأعرفه أنا، اشتراها ب 8,000 ريال إذا كان صادق يعني. بعضهم بعد يستحي ويقول 8، ممكن 18، ممكن ب 10. عادة طبعا هم يتقنون اللعبة هذول حق أسلوب الإقناع، إنه يخلي واحد كأنه مو معاه ينزل من سيارة ثانية مثلا ولا كان يعرفه. الشخص الثاني هذا يدخل في التفاوض كأنه بينافس المشتري على الساعة، مما يخليك يعني يدفعك إلى الرغبة أكثر والتمسك فيها والاستعجال بعملية البيع. لما يدخل معك شخص منافس فتضطر أنك أنت تفوز بها يعني، وللأسف يعني كثير اللي ينصادق. طبعا أنا أتكلم عني، أنا خلال هالسنة أكثر من 10، وأكيد صاغة ثاني جاهم، واللي راح القطيف واللي راح الدبام واللي راح الخبر، أنا شخصيا اللي جواني 10 يعني، وأسعارهم اللي اشتروها تتفاوت من 5 إلى 20. منهم والله العظيم من ينهار في المحل يطيح لما أقول له فاجأة، بعضهم يكفخني بنعال يقول أنت ما تفهم ولا أنت حرامي، ما يستوعب، ويطلع الفاتورة وللأسف يعطي فاتورة والفاتورة فيها رقم وهمي طبعا. فهذا اللي حبيت أنبه به وأحذر منه، ويا ريت تنشرونها على جميع الجروبات وعلى جميع المعارف عشان يكفي صراحة، يكفي الاستغلال.